أثناء بحثها عن متبرع بالكلى، اكتشفت امرأة من بوسطن تدعى كارين كيغان سراً بالصدفة. عندما خضع أبناؤها الثلاثة للاختبار الجيني لتحديد ما إذا كان يمكن لهم التبرع بكليتهم، أظهر الاختبار أن اثنين منهم لم يكونا ابنيها أصلاً. عرفت كيغان أنها والدة أبنائها، فقد حملتهم في بطنها وأنجبتهم. بعد اعتقادهم بحدوث خطأ، أجرى أطباؤها مزيداً من الاختبارات، فاكتشفوا أمراً زاد من حيرتهم. لقد كانت العمة البيولوجية لطفليها. اتضح أن لكيغان جينوم ثان في بعض الأنسجة والأعضاء، بمعنى أن بعض خلاياها تحتوي مجموعة كاملة من الجينات مختلفة عن جينات الخلايا الأخرى. هذه المجموعة الثانية من الجينات تنتمي إلى أختها التوأم التي لم تولد أصلاً. في هذه الحالة التي يكون للفرد جينومان موجودان في أنسجة الجسم تسمى الخيمارية، يأتي الاسم من الأساطير اليونانية. فالخيمار عبارة عن كائن تمتزج فيه ثلاثة حيوانات مختلفة. قد يكون لدى الأفراد الذين يعانون من الخيمارية بشرة بلون شعر أو لونين أو عينان مختلفتا اللون، لكن يعتقد أنه لا تظهر لدى معظمهم علامات واضحة على الحالة. يمكن أن تأتي الخيمارية من توأم في الرحم أو من زرع الأنسجة أو الأعضاء، أو تحدث بين امرأة حامل وجنينها. إذن كيف يحدث ذلك بالضبط؟ في أحد أكثر الأشكال شيوعاً، تتبادل الأم والجنين الخلايا عند تدفق العناصر الغذائية عبر المشيمة. يمكن للأم أن ترث الخلايا الجذعية الجنينية، وهي خلايا لا متمايزة قادرة على التطور إلى أي خلية متخصصة. لا تكتشف خلايا الجنين في البداية، لأن الجهاز المناعي للأم يتم تثبيطه أثناء الحمل، لكن في بعض الحالات تقبع الخلايا التي تحتوي على الحمض النووي للجنين في جسم الأم لسنوات أو حتى لعقود دون أن يدمرها جهازها المناعي. في إحدى الحالات ألم بأم فشل كبدي، لكنه بدأ فجأة في تجديد نفسه. أخذ أطباؤها خزعة من كبدها ووجدوا حمضاً نووياً في الأنسجة المجددة من حمل حدث قبل 20 عاماً تقريباً. استقرت الخلايا الجذعية الجنينية في كبدها وتخصصت كخلايا كبد. أما في حالة كارين كيغان، قد حصلت على جينومها الثاني قبل ولادتها في مرحلة مبكرة من حمل أمها بها. كان لدى كيغان توأم شقيق. امتص جنين كيغان بعض الخلايا الجذعية الجنينية من جنين توأمها الذي لم يتطور إلى ما بعد النضج. بحلول الوقت الذي طور فيه جنين كيغان جهازاً مناعياً، كان لديه العديد من الخلايا التي تتضمن كلا الجينومين. واعتبر الجهاز المناعي أن كلا الجينومين ينتميان لجسمها، لذلك لم يهاجم الخلايا ذات الجينوم الثاني أو يدمرها. لا نعرف كم من جسدها كان مكوناً من الخلايا التي تحمل الجينوم الثاني. يمكن لذلك أن يختلف بين عضو وآخر، حتى بين الأنسجة داخل نفس العضو. قد لا تحتوي بعض الأعضاء على أي خلايا ذات الجينوم الثاني، قد تحتوي أخرى على العديد من الخلايا. لابد وأن بعض الأنسجة على الأقل المنتجة للبويضات في مبيضها قد حملت الجينوم الثاني. في كل مرة تكون حاملاً لن يمكن التنبؤ بالجينوم الذي سيكون معنياً بالحمل، وهكذا حصل اثنان من أطفالها على جينات من امرأة لم تولد أصلاً. يمكن أن يحدث هذا للآباء أيضاً. في عام 2014، عندما حدد اختبار النسب أن الأب هو في الأصل العم البيولوجي لطفله، اكتشف الباحثون أن 10% من الحيوانات المنوية للأب تحمل جينوماً ثانٍ من توأم جيني. تتحدى حالات مثل هذه تصوراتنا عن علم الوراثة. على الرغم من تسجيل حالات خيمرية قليلة مصدرها التوأم الجيني، إلا أننا جميعاً خليط إلى حد ما. نحمل الشفرات الجينية المتنوعة لبكتيريا أمعائنا وحتى الميتوكوندريا. وبالنظر إلى أن ولادة من كل 8 ولادات فردية بدأت بحمل توأمي، فقد يكون هناك العديد من الأشخاص الذين لديهم جينومان، والعديد من الدروس حتى نتعلمها حول الجينات التي تحدد ماهيتنا. للتاريخ الرائع ومغامرة الفضاء الخارجي وفلسفة الانحناء للعقل والإجابات على أكثر الأسئلة العشوائية التي لديك حول جسمك وأكثر من ذلك، اشترك في هذه القناة. ترقبوا وابقوا فضوليين.